هل فكرنا في يوم من الأيام أن علاقتنا بالمسجد تتجاوز أنه مكان للعبادة؟ راح نحاول نجيب على السؤال هذا في حلقة اليوم اللي راح نتعرف من خلالها على علاقتنا التاريخية والثقافية والاجتماعية بالمساجد، وكيف أنه كان مركز المدن وأهم المعالم المعمارية فيها. اليوم في حكاية سعودية، حلقتنا عن المساجد في المملكة. عادة يتم تسليط الضوء على الحرمين الشريفين، وهم بلا شك أهل لهذا التركيز والاهتمام، لكن اليوم حلقتنا شوي مختلفة، راح نتعرف عن المساجد اللي عادت من التاريخ، وعن أغرب مسجد زرته في الرياض، وعن الجائزة السعودية اللي أظهرت لنا جمال في المساجد ما كنا منتبهين له من قبل. المساجد في المجتمع الإسلامي هي أماكن التجمع، وهي نواة الأحياء السكنية، وكانت في فترة من الفترات التاريخية المصلى والمدرسة والجامعة حتى مجلس القضاء وإدارة الحكم، وكذلك المساجد هي الحافظة لأصالة العمارة الإسلامية والعربية. وين ما نروح في مشارق الأرض ومغاربها نجد أن المساجد التاريخية هي اللي حافظت على أصالة العمارة العربية والإسلامية. وبعد رحلة شاقة وصل خير البشر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة قادمة من مكة، فكان أول قراراته بناء مسجد، وبذلك أصبح مسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام، وكان البذرة الأولى لأكثر من 100,000 مسجد موجودة اليوم على أرض المملكة العربية السعودية، وأربعة ملايين مسجد موجودة في كل أنحاء العالم، ولكل مسجد منها قصة الخاصة.